احنا نريد حل لهاي المشاكل اللي حدثت، واي جهد سواء من الاخوان في التيار الصدري او من الاخوان في الائتلاف او من اي جهد من كائن من كان، بس خلي يحلونا هاي الحاله اللي احنا بيها، خلي المدينه تعيش بسلام وبامان، نريد اطفالنا يروحون المدارس. نبارك الجهود الطيبه التي يبذلها الاخوان الخيرين من التيار الصدري ومن الاخوان في الائتلاف من الجهه الاخرى لحق دماء المسلمين. بالنسبة للاتفاق بين التيار الصدري وبين الحكومة هو اتفاق سريع ومستعجل غير مدروس، ولذلك حسب تصوري مع أمل الشعب العراقي بوجود مثل هكذا اتفاقات لكنها هشة وسريعة الذوبان.